ومنذ اندلاع الأزمة السورية كانت مصر الوجهة الأكثر دفئا لاحتضان اللاجئين السوريين الذين لم تعاملهم مصر كلاجئين وإنما عاملتهم كمواطنين، لم تضعهم في مخيمات أو أماكن للإواء، وإنما انخرطوا مع الشعب المصري في السكن والشارع والمدرسة. المناخ الرحب الذي وجده السوريون في مصر جعلهم يشكلون كتلة اقتصادية حولتهم إلى أصحاب أعمال وليس مجرد عمال. والله الحمد لله رب العالمين، يعني الأمور بألف نعمة الحمد لله، وفضل الله عايشين يعني ومبسوطين يعني هون بمصر يعني، ومصر حلوة وبشكل عام هي اللي استقبلتنا وهي يعني عم تخلينا نعمل كل حاجة يعني، وفضل الله يعني مبسوطين ومروقين. ده هلا أول ما جيت لهون كان المكان فاضي عموما زي الصحراء بهالشارع ده بالضبط. بدأت فكرة أن واحد فتح، الثاني فتح، الثالث، فبدأ يشتغل مع فتحة الناس. الناس عملوا اجتماع وأجروا أكثر من 20 محل، بدأت الناس تتردد عليه عشان هو بقى في زحمة وبقى في ناس في الزمان، وبقى انشهر من وقتها يعني. في يعني شغلات لسه بتنزل، رح ننزل هون هلا الدنيا الشتاء كانت، وهلا رح ننزل احنا الصيفي، بينزل عندنا البوسة، بينزل عندنا السلطات، الفواكه الباردة وكله بينزل يعني عندنا شيء بارد يعني على الصيف.